عملك هو الأفضل؟ ريتينج رمضان هو الحكم. مساء الخير، تحية لكل المشاهدين من وين ما كنتوا عم تحضرونا، تحية لكم عبر قناة أبو ظبي النهار المصرية وام تي في اللبنانية، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من ريتينج رمضان. ميسا أهلا وسهلا فيك، يعني دايما كل ليلة هيك بتبيني بجمال، بأناقة، بنجومية، بتضوي، يعني بصير حس حالي الليلة اللي أنت مش موجودة فيها في ضوء خافت حدي. والله كنت مبسوط لما انا كنت كمان في مصر. انت اذا شفتيني لازم بس تشوفيني بعيونك ما تصدقي. صح، خلاص اوكي. بتعرفي ميسا، من القصص الحلوه بالحياه انه دائما نحن وقت بصير معنا مصايب بحياتنا بنسال حالنا انه وينك يا رب؟ ليه مش موجود حدنا؟ ليه مش عم نقدر نحس فيك بمطرح من المطارح؟ ولكن من الحكم هيك متذكرها بحياتي انه ايام كثيره وقت كنا ايام الدراسه الاستاذ اللي علمنا خلال السنه كان وقت الامتحان لو منموت ما يجاوبنا اي جواب، لانه هو كل السنه كان عم بحضرنا. وجود الله دائما موجود بحياتنا، هو موجود حدنا لانه بيكون عم بحضرنا دائما بهيدي الحياه كرمال بوقت المحن نكون قدها. فبتمنى على شخص، على كل شخص بهالشهر الفضيل، من خلال صلاته، من خلال صيامه، من خلال كل الامنيات اللي عم بيقدمها، الصلوات اللي عم بيقدمها، انه يقدر يحس بوجود النعمه بحياته لانه هي اساس كل حياتنا. طبعا الانسان دائم لازم يقول الحمد لله على الشيء قبل الزين. حياكم الله مشاهدينا وين ما كنتوا عبر قنوات أبو ظبي النهار وام تي في لبنان، امسيه جديده دراميه رمضانيه ومع مسلسل يستعرض الفروق الطبقيه بين الفقير والغني عبر شخصيه فريده بين الفقر والغني عبر شخصيه فريده وغنيه دراميه ومركبه هي محروس ابو خطوه. ما راح اطول عليكم، خلينا مع التقرير. واحد لا ليه اهل ولا بيت ولا عيله ولا حاجه يبكي عليها. محروس ابو خطوه ده هو الجوكر اللي بمليون وش. الله اكبر، اصل تيمور باشا ياكل قلعه الاشباح. نصيب ده احنا اللي بنعمله، سلوكنا وتصرفاتنا والطريقه اللي بنفكر بيها هي اللي بتحدد مصيرنا. انت عارف انا لابسه الماسك السخيف ده عشان اعرف ادخل مكان معفن زي ده. انت تعمل اللي انت عايزه وتقول اللي انت عايزه. فاكرين ابوك ده ايه؟ ابوك ده يلفنا واحد واحد كده في سجاره. المؤمن لا يلدغ من الكحر مرتين. خد فلوس، خد بس اديني حياه بابا. انتوا اصحاب البلد دي يا كهنه، انتوا لا تيمور يا كهنه. ربنا يقدر يقتص بالظلم. كنت متاكد ان اختياري ليك هيكون في محله. دي ريحه القصر يا ابن المحظوظه. كل عمرك مقضيه عبد في خدمه البشوات والعوامل. جواز؟ مات معاها يا باشا. فلوس؟ انت اتقبلت يالا ولا ايه؟ لو في راجل بيتجوز خدامته يا بنت يحفر وراه واعمل له فتحه بتنشر في كل جرايد مصر. الناس دلوقتي بره بقت وحوش. حب يا محروس، حب وانت ترجع يدلك عليا وتشوفك المخطوبة. حتى مني توسخي الناس عليهم، لما الناس عليهم بقى فسخك غور كده. نستقبل نحن وياكم مشاهدينا نجوم مسلسل الصعلوك خالد الصاوي ونجلاء بدر. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور. سلام. هاي ازيك؟ اهلا وسهلا فيك. تفضلوا. شرفتونا. اهلا بكم. مسلسل الصعلوق قبل ما تبتدي محروس وفريدة، الحمد لله على السلامة، منورين لبنان. أكيد. أستاذ خالد طمنا على صحتك، في فترة تداولت الصحف والسوشيال ميديا صورك وانت في المستشفى، الحمد لله على السلامة. لا الحمد لله، أنا زي الفل الحمد لله، وبشكركم وبشكر كل الناس اللي سألت عليا، وأنا عندي دورة علاجية جديدة وزي الفل، وكنت النهاردة بتمرن في الجيم
زي مين من زملائك لقيتهم جنبك استاذ خالد؟ كل الناس كل اصدقائي احبائي. خالد محبوب كنت جنبه؟ كل الناس نجلاء صديقتي العيلة. وصديقه الاسره صديقه مراتي كمان وزملائي واصدقائي سقا كريم عبد العزيز احمد حلمي منى زكي وعباس ابو الحسن كتير يعني الله يديم المحبه يا رب. تفضل وسام. يعني سلامه قلبك وان شاء الله ان شاء الله بتكون سلامه قلبك انت. انا سامعك وانت بتقول وصلت غزل كده في الاول انما ايه وراح طلع من وصلت الغزل صح سمعته طلع من وصلت الغزل على كلام يعني صوفي. يا سلام على اللعب يا صوفية هي كمان غزل عشق نوع من الغزل والعشق الالهي طبعا العشق كله يتقاطع. تفضل عشان ما أقاطع. المنسي والصعلوك يعني إذا ما نحكي شوي عن هالشخصية اللي عم نشوفها حتى هلأ بشخصيتك اللي أنت عم تكون وعم تلبسها دايما مين هو الصعلوك؟ طيب تسمحوا لي بس في عجالة كده أشكر أولا شعب الإمارات وأشكر اللي هو إحنا بيستضيفنا جوه البرنامج وأشكر الشعب اللبناني اللي بيستضيفنا كلنا في بيروت. الله يخليك وبحييهم جدا بحييهم على وقوفهم دائما جنب الشعب المصري وهم نموذجين للي بيقول انه ممكن تبقى البلد صغيره بس الشعب كبير. صح فعلا. الله يخليك. الله يخليك. تسلم. المنسي الصعلوك والله احنا فكرنا في حاجه اولا انا بحتفل دلوقتي معاكم هو انا اول مره اطلع في برنامج انت نفس الحكايه اول مره تطلعي في برنامج خاص بصالوك رمضان وصالوك فيعني انا بحتفل معاكم بانه ده انا بعتبره اول نجاح كبير لعمل تلفزيوني بالنسبه لي من وقت خاتم سليمان وهو يعني كان انا بالنسبه لي الذروه يعني انا بحب اتكلم بصراحه ما بحبش اللي هو كل الاعمال كانت يعني بحبها كلها بس ده ملوش علاقه طبعا بدرجه نجاح العمل. ليه استاذ خالد ليه بحبها ولا ليه ملوش علاقه ليه ملوش علاقه يعني مقارنه ليش انت معطي الامتياز انا بحس انك بتتكلم بحب اكثر بشغف اكثر على شخصيه محروس ابو خطوه اللي هو اخر صفر على الشمال وارخص جدا تستغل صح مش كده طبعا ليه الشخصيه دي بالذات انت حاببها للدرجه لا انا حاببها جدا بس انا بتكلم على ان انا بحتفل بالنجاح بتاعها بمعنى المردود بتاعها يعني الشخصيه انا تعبت في كل الشخصيات اللي عملتها بس مش دايما بيحالفك التوفيق في ان الشخصيه تجد جمهورها وتجد نجاحها وتعوضك عن التعب اللي تعبته فيها. كان اصعب حاجه كان بالنسبه لي انا ويعني اللي بدانا في الاول التفكير مع الكاتب محمد حناوي ده ثالث عمل بنعمله بعد خاتم سليمان وتفاحه ادم. كان الصعوبه في الاول انه يعني احنا بدانا الاول بعد كده بدانا نقعد مع زملائنا الاخرين بس في الاول كانت المشكله في ايه؟ انه احنا عايزين نقدم شخصيه تكون شديده المصريه بس في نفس الوقت تكون قادرة على أنها تبقى شخصية عربية ويمكن أنك أنت لو حطيت لها سبتايتلز تشاهد عالمية. أنت في العالم صح. فإزاي تطلع تعمل الفارق ما بين الخاص والعام, والعام. وإزاي أنك أنت تقدر شغفك وحبك للباشن بتاعك أو الشغف بتاعك تجاه شخصية معينة ما يعمكش عن انك انت تعرف تعمل لها حدود لانه احيانا احنا نحب الشخصيه قوي لكن من كتر حبك للشخصيه اللي انت بتقدمها تغرق فيها تأذيها احيانا ممكن تأذيها احيانا تأذيها انا بتكلم على الشخصيه الدراميه الكاركتر ايه طبعا ما اعرفش انت بقى رايك لا هو دائما محضر خير في كل الحلقات نحب اقول لك حبيب كبير بعد عم نحمي هلا عم نحمي استاذ خالد الرمزيه الكبيره الموجوده اكيد رح نسال الكاتب وموجود معنا بس اي احد يشوف الحلقه الاولى هذا التقاطع بين مقاومه الاستعمار في القديم الشركس او العثمانيين او خلينا ما نسمي الاشياء بمسمياتها لان هي مسميات اعتقد اشمل البحث عن هويتك أيوة. استقلالك عن شخصيتك عن كرامتك لأنه فكرة أني أبقى جوه بلدي أو جوه أرضي أو جوه بلادنا
وياتي المحتل ايا ما كان اسمه. هو انا مش هيفرق يعني انا اذا كان تركي ولا اذا كان امريكاني ولا اذا كان اسرائيلي, انا ما يفرقش معايا يعني مش هحب مستعمر اكتر من مستعمر طبعاً. بدعوة ان احنا من دين واحد او بدعوة ان احنا من قومية واحدة على الاطلاق. المستعمر مستعمر, واللي بيدوس على كرامة بلدي آن الأوان إن أنا أرد له الصعصعين. بس أرد له الصعصعين ده من خلال مش إن أنا أعمل عمل يعني أفش غضبي فيه, لا, إن أنا أولا أذكر شعبي وأمتي بأنه إحنا عندنا هوية معينة, وإن الرجوع للهوية لا يعني إنك بترجع انك انت بترجع للوراء بمعنى انك بتزداد تخلفا, بالعكس ترجع للاصول بتاعتك, بتاخد خطوه الى الوراء من اجل ان تثب الى الامام. مش لا قبل ما احكي انا وياك, بس هون فتحت موضوع كتير مهم. الابناء الخمسه لحسن حسني بهالمسلسل بيمثلوا جنسيات مختلفه, هن مين بيمثلوا على الارض الواقع؟ العالم كله. لا انا اعتقد ان احنا ما فكرناش قوي, وبالذات اصل محمد الحناوي في ميزه كويسه قوي انه هقولك لا حقيقي الحقيقه بجد انا ما عنديش يعني ما عنديش بس في ايحاء الصوره في اسقاطات. لا لا هو احنا هقولك احنا فكرنا فيها منين. من النظره الدونيه اللي احنا بنبص لها للاخر, يعني احنا نقول ايه الغرب, نقول اوروبا, بنقول امريكا, فرنسا, واحيانا في ناس احنا كان في اوقات مثلا في الاجيال اللي هي في جيل والدي ووالدتي يعني كان يقول لك مثلا تقول لها انت مصريه او بتاع ما شاء الله انت حلوه انت مصريه, تقول لها انا تركيه مثلا. يعني هي بتتبرأ من ده في تنصل من الجذور. بالظبط بالظبط. ف لما كلمت انا والحناوي وقعدنا نتفرج كتير قوي على حاجات من الماده الخام بتاعتنا, كنت بقول له بص قد ايه عندنا, لان انا شغوف بالتراث المصري, هو عنده شغف بالتراث الصوفي بشكل عام واضح. هو عنده ده, هذا اللي قاله البشير الديك. بس انا شايفه ان هو افندم الكاتب بشير الديك قال انه قيمة العمل أو القيمة المضافة بالأحرى للعمل لعمل السعلوك أنه ميال إلى التصوف, الطريقة العدوية اللي شفناها في العمل, فكان شايف أنه هذه قيمة مضافة. أنا عايز أسألك السنة دي في إضاءة على الصوفية, أنا مش عارفة هي دي بقى الحته اللي عايز اقولها. احنا بالنسبه لنا الصوفيه مش, لانه الصوفيه دي حملت اوجه واحنا لا نميل الى البدع, يعني لا نميل الى البدع سواء كانت تحت مسمى صوفي أو سلفي او غيره. لا نميل الى المغالاه ولا نميل الى البدع, احنا بنقول الروح الصوفيه, والروح الصوفيه دي قد تكون موجوده في الدين الاسلامي او في الدين المسيحي او في مختلف الاديان, حتى ما يسمى بالاديان الارضيه يعني في مقابل الاديان السماويه. مش وانا جلا بقى انا بس شويه عني يعني سالوني حاجه, يعني انا عايز اقول لك ان انا اول مره اشوف خالد بيتكلم عن المسلسل, فمبسوطه جدا. مبسوطه. طيب قبل ما بما انه هو عم يحكي عن المسلسل انا بدي اياك تحكي عنه. الوقوف إلى جانب خالد هيدي تاني مرة صح, ولكن بهاي المرة العلاقة في حالة تانية, وأنت كنت عم تحكي عنا هذه الحالة عبالي أعرفها أنا وياكي هلأ. خالد مدرسة أنت واقف قدام عالم تاني. الله عالم خالد. أصلا لسه كنت بقوله وقلت له هقوله خجلته بتواضعه. وأصلا أنا بجد أنا ببص له وهو بيتكلم عن المسلسل مبسوطة, ده إن أنا أول مرة أسمعه وهو بيتكلم عن المسلسل فعلا. دور التمثيل أنا كنت شايفة محروس أبو خاطر, فما بيتكلمش عن المسلسل, هو بيتكلم عن محروس. طب الوقوف قدام خالد بص هو أنا ما كانش عندي رهبة وقوفي قدام خالد, لأن خالد أصلا متعاون جدا مع كل الناس وبيقعد مع الفنان ولازم يتكلم معاه ولازم يراجع معاه الحوار ولازم يكسر الكلام ولازم يشوف المعنى والمضمون الخلفي لكل كلمة وإزاي نوصل للحالة والتصاعد بتاعها يوصل إزاي. هو إنسان مريح جدا في شغله, ده الكلام برضو حصل معايا في كف عفري. كان في مشاهد ما بينه وبين بعض دايما لازم يقعد معاه. طب على طار الكلام احنا معانا الكاتب محمد الحناوي على الخط, هنقول له مساء النور وحياك الله يا أستاذ محمد, كل سنة وأنت طيب.
وانت طيبه يا فندم، مساء الخير عليكم كلكم. اهلا وسهلا فيك استاذ محمد. ازيك يا استاذ محمد؟ وحشتنا يا محمد، بقالنا فتره مش شايفينك. وحشان يا نوجه، ازيك؟ معقوله بعد العشره دي كلها تغيب عننا؟ لا والله انا مش غايب، كان كل يوم معانا في الاستوديو، نرجع نصور بقى. بتمتع بيكم والله. خلود جاب معاكي ولا ايه؟ ايه؟ خلود معاك ولا ايه؟ طبعا استاذ خالد منور حبيبي. انت بتسمع بس ولا شايف؟ شايف انا بره والله، انا بره ما بتفرجش بره. بتسمع بس. ازيك يا حلو؟ ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا خالد، وحشني جدا يا نجم. الله يخليك يا استاذ. استاذ محمد انا عندي اسئله كتير كتير جدا، ممكن تعمل لنا ساعتين على الهواء. عايز اسالك، انت طرحت اشياء كتيره. اول شيء طمنا على العلاقه بينك وبين خالد، على اللي صار في الفيسبوك، وانه دائما كل عمل ناجح لازم يقال عنه انه نص مكتبه. لا لا، هو الهاكرز. هاكرز ايه اللي حصل؟ دائما يقال كنا بنهزر مع بعض. كنت بتهزر؟ لا طبعا بيهزر. طبعا طبعا. لا لا بنهزر. طب عايزين نقول للناس انه كنت بتهزر. لا بنهزر. كان في ايه؟ ان انا بقول له ازاي يا حناوي عملت كده؟ أيوة. أيوة. لا طبعا ده. طيب كويس انه وضحت الصوره. انا عايز اسالك استاذ محمد، انت في المسلسل مليان سامبلز، رموز واسقاطات سياسيه ومعاني مهمه جدا. الفساد انت وضحته باوجه كثيره، فساد الاعلام لما قلت الكاميرا تعابين، يعني في حاجات صغيره كده بس بتقول حاجات كبيره جدا. لما تكلمت عن الفساد في الاسم بالتواطؤ مع البلطجيه وغيره، انت عايز توصل فين بالعمل ده؟ انت بتتكلم على اي زمن بالذات تفصيلا وتحديدا؟ طب انا قبل ما اجاوب على السؤال الصعب المعقد ده، اكد لك تاني ان العلاقه لا هي الاستاذه كل اسئلتها كده، خلي بالك استعد بقى. العلاقه بيني وبين الاستاذ خالد دي، انا لو حكيت عنها نتحسد يتقر علينا. الحمد لله. مش هقول. الله يديم المحبه يا رب. الحمد لله. لا ده اخويا الكبير، وعايز اقول لك يعني الكلام ما يتقالش عنه كتير، يعني الكلام لو اتقال عنه عايز بحور الحقيقه. انما الـ الـ الرموز اللي حضرتك قصدها في المسلسل، أيوة. هي الزمن، زمن انا ما قيدتوش، هو المفروض ان في المسلسل معاصر، ولكن احنا بنحاول نتلمس فيه كل الجروح القديمه والجديده، مش مقصود بيها زمن معين ولا حقبه سياسيه ولا حتى ظرف سياسي. احنا نقصد بيه الاسقاطات اللي دائما بنقع فيها، أو الأشياء الحلوة اللي دايما بنعملها في كل الأزمنة اللي مرت على مصر في الفترة الحديثة. طب مين الكورة اللي بهدلت من كتر المرمطة، من كتر ما تشاتت؟ مين الكورة؟ هل هو المواطن؟ الشعب طبعا، الشعب، الشعب المصري الحقيقي اللي بيمثله محروس أبو خطوة بعبقرية طبعا وبعمق وإجادة أذهلتني أنا شخصيا قبل ما تنزل الجمهور، الله أكبر عليه يعني. احنا شهادتنا في مجروحة بصراحة. الشعب البسيط اللي كل الأدوات بتلعب بيه على حسابه مش لحسابه. يعني الإعلام بيكسب منه، الجهات الأمنية بتكسب، الجهات السياسية بتكسب، قد يكون كل واحد فيهم ليه عذره في السباق ده، لكن في النهاية الماتش بيقول إن الكورة بتتهرس. طيب ليه الصوفية أستاذ محمد؟ هخليك تسأل والله آخر سؤال. ليه الصوفية أستاذ محمد في مسلسل؟ ناهيك، أسف، ناهيك عن أنه هو برضو بيلعب دور الكنانة، بيلعب دور الدرع طبعا للعالم العربي، العالم الإقليم كله والمنطقة كلها. هو ده نفس الشخص اللي بيقف بيصد ويصد ومازال وقادر أنه يصد عن المنطقة كلها ويقدم نفسه بأقل الغنائم، يعني في الاخر ما فيش بيغنموا اهو. كمل بقى استاذ محمد. انت قدمت الصوفيه بطريقه ملطفه جدا وبالطريقه مثل ما تفضل الاستاذ خالد، انا كنت عايز اسمعها منكم، انه انا وجهه نظري كمشاهد شفتها معتدله جدا، ما فيش تكريس لطريقه معينه دونا عن اخرى. هل هي دعوه لاصلاح ما قدم عن صوره الاسلام ممارسات او احداث لما بنشوفه الحين، ولا حاجه ثانيه؟ هو الحقيقه الطرح اللي انا حاولت اطرحه مع الأستاذ خالد طبعا هو مش قولبة لفكرة اتجاه ديني معين أكتر ما هو، ولا حتى الصوفية في حد ذاتها بأشكالها النمطية، احنا بنتكلم عن العلاقة بين العبد وربه الصحيحة السالكة السليمة البسيطة اللي مش محتاجة تنظير وشرائع ومعالم مادية كتير وأحزاب. مش محتاجة أحزاب.
فعلا. مش محتاجة أحداث بالضبط. هي علاقة سلكة مع الكل، علاقة بسيطة ومشارحة نفسها وسوء ومحروس قال ده صح باحساسه وبعنيه. انا مش محتاج ان انا كان بيدعو للناس للصلاه كل يوم ويصحيهم ويصلوا ويخليهم يدخلوا يصلوا العدا وهو ينام لانه بيصلي بقلبه. انا اقصد هذه العلاقه. لا هي واضحه وباينه العلاقه الغير مشروطه الغير مؤطره. اتمنى ان احنا ما نصنفهاش لا الصوفيه ولا الغير صوفيه. هي العلاقه بين العبد وربه زي ما كلنا بنتمنى. النقطيه استاذ محمد قد ايه اليوم الكاتب وقتها بيكتب هالشخصيات وبيكتب شخصيه بتكون بطله بكتاباته وبتكون بتشبهه من جوا وعايشه عنده من جوا تقدر يظهرها؟ معلش انت تقصد هل انا لاي درجه وصلت شخصياتي للي انا شايفه؟ لا، على قد ايه محروس عايش جواتك تقدر يوصل بكتاباتك هالقد؟ محروس انا عايز اقول لك، اولا انا قلت الكلام ده في اكتر من لقاء صحفي قبل كده، والكلام ده ما فيهوش اي نوع من انواع المجامله لا للصداقه ولا للصحوبيه ولا اي حاجه. الاستاذ خالد فاق خيالي انا على الشخصيه على الورق. انا اللي ذهلت قبل الجمهور لهذه الدرجه. انت انفعلت بالحاله وفهمت ابعادها ونظرتها وعملتها بالبساطه والتلقائيه دي. لا طبعا فاق خيالي انا شخصيا لدرجه ان انا هيوحشني محروس فعليا في الكتابه. طيب خالد، بس في المشاهده. خالد انت شو اللي استحضرته تقدر تعيش هالشخصيه؟ يعني الممثل اليوم شو بيستحضر وقت اي شخصيه بيعيشها؟ انت شو اللي استحضرته تعيش محروس؟ بص احنا مشينا في طريق صعب قوي، مش عارف حناوي سامعني؟ سامعك يا استاذ. مش انا بفتكر معاك الطريق اللي مشيناه في الاول. يعني أيوة. في الاول قلنا أيوة. ايه عايزين نعمل لما كنا بنتكلم على انه المصري مش باعتبار ان احنا عايزين انه زي يعني شوف لما انا بقول انا عايز اتعامل مع المصري باعتباره ان هو يكون المصري الصغير الكومن مان ده الراجل الصغير اللي فيه منه ملايين عارف عليه، لكن في نفس الوقت انا مش عايزه ان هو يبقى شوفيني. يعني احنا مش عايزين العمل في الاخر يبقى عمل متعصب ليه، بالعكس، لانه احنا بنعتبر انه جزء من استرداد المصري لكرامته ومكانته هو انه يكون دائما بيدي، لان هي حضاره في الاساس حضاره عطاء. حضاره مسالمه وعطاء. عندها في نفس الوقت صلابه واضح من شخصيه محروس، واضحه جدا، فاهمه ازاي؟ ولسه في الاحداث اللي جايه، احنا لسه دلوقتي ما دخلناش على الجزء الاخير من الشغل اللي هو الحاسم اللي هيظهر فيه ازاي قدرنا يعني او ما قدرناش على حسب يعني ربنا يكون ان شاء الله يكون ربنا وفقنا. عايز افكرك بحاجه يا خالد بخصوص اطار التحضير اللي انت اتكلمت عنه. خالد كان قال جمله عبقريه واحنا بنحضر على شخصية وقال أنا عايز أعمل شخصية المليون في واحد مش الواحد في المليون، والتعبير ده كان ليه أثر كبير عليا وأنا بكتب. حملتك مسؤولية مضاعفة أستاذ محمد؟ مسؤولية مضاعفة عليا طبعا. طيب وانت بتكتب شفت نجلاء في الورق؟ أنا بالمناسبة أنا وخالد أول من قلنا نجلاء بدر قبل إخراج وقبل إنتاج وقبل أي حاجة طبعا. طبعا شفت نجلاء جدا جدا من قبل ما تشتغل ومن بعد ما اشتغلت، عملت مجهود عظيم جدا، و خصوصا الفترة اللي فاتت دي عملت قفزات كمان. عملت قفزات مهمة جدا، عملت قفزات مهمة، واللي عمل اللي بتقدمه دلوقتي في بين السرايات كمان انا شايف طبعاً. ان هي يعني برضو عاملة فيه شغل. لا الحقيقة فاكر انا بفكرك برضو لما كنا بنتكلم على اذا ما عندكوش بنا يعني اننا على الجزئية دي، لانه بقول ايه احنا مشينا في طريق مش سالك في الاول. يعني احنا كنا عايزين نعمل حاجه تبدو في الاول في شديده السطحيه، لان ممكن جدا تتحول الى تحيا مصر تحيا بلدي يحيا الشخصيه دي وخلاص، وما تعرفيش بعد كده تحط عليها السبتايتل زي ما بقول وتكون صالحه لان تشاهد في اي مكان في العالم، وقد تكون صالحة للمشاهدة في أي مكان في العالم مثلا النهاردة ولا تصلح السنة الجاية أو السنة اللي بعدها، ترتبط بحتة زمنية. فعشان كده اضطرينا أن احنا نمشي في طريق متعرج، وقطعنا كام درافت اللي في الأول فاكر من أول أول درافت خالص اللي هو كان فيه الحلم الفرعوني، فاكر أول واحد ده؟ مظبوط. كان في حلم أكتر شخص معاصر بحلم فرعوني وبتاع، كان يعني من ده
عملنا اكتر. بس هي دي من الحاجات كمان اللي يعني احنا مش هنقعد يعني عم نشوف حماسك خالد يعني انت مشارك بالكتابه بهال مش بالكتابه لا انا مشارك بالمشروع. أوكي. انا بعتبر ان انا دينامو يعني اقعد مع المؤلف اقعد مع المخرج اقعد مع زملائي الممثلين اقعد مع المنتج اسير افكار. طيب هو انا مش مؤلف خالد مشارك لكل عناصر العمل بالمناسبة في مسألة الرؤية العامة والخطوط العريضة. طيب استاذ ايمن سوري استاذ محمد اتهم ايمن مين انا اسف استاذ محمد الاستاذ ايمن سلامة كان معايا مرتين فنوجه له التحية استاذ محمد منشغل يا استاذ ايمن لا خالص كل واحد له لا كل واحد له لونه وله طريقته وله نكهته الخاصة فيه. استاذ محمد قيل انه العمل معادل الثورة انا عايزة منك انت ترد على ما قيل. انا مستغرب جدا انا اتقال الكومنت ده مرة واحدة من كتر الكومنتات ومستغرب قوي من ده. انا احنا اطلاقا لا تعرضنا لظرف سياسي معين لا بالسلب ولا بالايجاب. تعرضنا ايه؟ لم نتعرض. ليه؟ لظرف سياسي الثورة. لظرف انا مش عارف افتكرت الضغط السياسي ضغط ضغط ليه؟ احنا ما حدش يضغط علينا احنا نضغط على اي حد اطلاقا وما اعرفش ازاي بصراحه يعني كان ممكن نقول الكلام ده في محله لو كان قبل ده في تفاحه ادم كان في مواجهات صريحه انما هنا ما اعرفش مين اللي قال ده في الصحافه وان كان انا بحترم جميع طب ليه برايك استاذ محمد هل هي مافيا تسويقيه او معاديه لاعمال دون ما اعمال اخرى مثلا او هي يعني خطه معكوسه؟ مش عايز اتدخل في النوايا انما العمل واضح ومعروض قدام الكل. لا شخصيه رئيسيه اللي هي البطل رمز المسلسل اتكلم في اتجاه معاكس. احنا بنتكلم على الشخص اللي بيمثل الملايين من الشعب المصري وبالتالي الشعوب العربيه الاخرى ومعاناته وطبته وقوته بعد كده وتحوله اللي هيحصل. لا تعرضنا لظرف سياسي ما بالهجوم ولا بالدفاع بس هم لسه شايلين الظاهر من ايام تفاحة ادم الظاهر. طيب استاذ محمد يمكن الدور اللي لعبته في قلوبهم بقى مرض الظاهر. الدور اللي لعبته نجلة تعرض لانتقاد كمان كنت شايف ايه نوع الانتقاد؟ انتقاد عن الصوره اللي كانت عم تنحكى انه عن الخمر وعن الايحاءات وعن غيرها اللي كانت عم تنتقد بالصحافه. طيب اسمح لي اوضح الرمز ده في نص دقيقه. اوضح الرمز ده تفضل. اولا عيله يكن كامله عندي انا مقصود بيها رمز ما وهي الانواع التدخلات الاجنبيه والاحتلال اللي مر على مصر. وصلني للسؤال اللي طرحته على استاذ خالد وهرب منه. هو ما رضيش يرد. معلش ما انا مصدق انت هتشوف هو بيهرب ازاي بقى انت فاكرني انا بهرب؟ هو لعيب كمان. ده لعيب جامد. اتفضل يا حضرتك. فانت عندك اللي من اصل تركي واللي من اصل امريكي واللي من اصل فرنساوي واللي من اصل فريده هي الوحيده العنصر الحائر في العيله اللي هي بنت الاصل المصري والاصل التركي بس متاثر. فانا جسدت هذه الحيره في فريده ان هي مش قادره تحدد هويتها الحقيقيه. ضايعه هويتها. هويتها الحقيقيه تبع ايه؟ علشان كده هي الوحيده المختلفه في ارائها، هي الوحيده المتمرده على الاب، هي الوحيده اللي بتعاني من صراع عاطفي غير الباقيين اللي كل واحد فيهم عارف اتجاهه. طيب ما دام حضرتك فتحت باب الرمزيه وتفكيك الرموز، مين الشيخه سعديه البرنس؟ مين؟ لا هو مش لا ما فيش شخصيه في حاره الدراويش الا ولها مغزى ولها مدلول ولها مزبوط حد مقصود فيها طبعا. مظبوط. هي المكواجي البقال كلهم ليهم. خلي بالك علشان الاستاذه ابتدى صوتها يعلى بعد كده في مد ايد لا لازم تقول لي ده رمضان كريم يعني. شفت الله اكرم. الله اكرم. لا هي شخصيه سعديه البرنس بتمثل برضو أنواع الدجل اللي اتخدع بيه الشعب البسيط لفترة ما. فبعض الدجالين من مذاهب معينة ومن أطر معينة في الفكر سواء كان ديني أو اجتماعي أو تاريخي استغلوا برضو بساطة الشعب في أن هم يزرعوا جواه نوع من أنواع التعلق بالدجل. ده برضو في الزمن العائم أستاذ محمد زمانه دلوقتي طبعاً. صح؟ الزمن العائم لأن ده عمره قديم جداً ومازال مستمر. ده موروث.
ده موروث. وده يمثل ده دي نقطه التماس مع الشعوب العربيه كلها. طب والاستاذ صحيح. والاستاذ ولا بلاش خلاص كفايه كده. اي استاذ تاني؟ الاستاذ اللي في القهوه هو عارف الاستاذ مين؟ استاذ حمدي الوزير والاستاذ شعبان. طبعا اولا انا بحييه على ادائه رائع جدا. الاستاذ حمدي عامل اللي هو شعبان غيبوبه، والمعنى ده مقصود بيه هي الناس اللي انغمست او انطوت على جراحها القديمه الخاصة بالمعارضة السياسية والمظاهرات وما إلى ذلك سياسيا، يعني انطوت على الجرح ومش قادرة تطور نفسها علشان برضو تستغل طاقتها في المعارضة وطاقتها في الإصلاح السياسي مع ظروف العصر الحديث. انطوت على ده، هيحصل بعد كده في الحلقات الأخيرة مش هقدر أحرقها، هيبان الرمز ده أكتر ازاي هيقدر يخرج من الغيبوبه دي. وليه الناس اللي اختزلت كمان، اسف، الناس اللي هي اختزلت النضال، اختزلت العطاء الايجابي لامتهم ولشعبهم، في ان احنا وعندنا احنا مصطلح لده يعني اسمه الحنجوري اللي هو بيطلع يتكلم كتير من غير ما يفهم ويصل الى مرحله من المازوخيه او المسوشيه، هو بدا يتلذذ كما لو كانوا بيتلذذوا بتعذيب انفسهم، وهم حاليا هتلاقيهم منتشرين قوي على الانترنت، هم اتحاربوا تاريخيا، هم الصفصائيين. لا منتشرين على الفيسبوك كتير. هي في المشكله انك انت لا تستطيع ان تحقق نفسك بالقول والفعل، ولا تستطيع أن تدخل المعركة الأخيرة، ولا تمتلك النخوة اللازمة لخوض المعركة إنك تقول حياة أو موت، ولكن في الحالتين لابد من وجود كرامة، فتقوم تختزل ده كله وتقول أنا شهيد وأنا ضحية. طب عايز تموت؟ لا، عايز أعيش كضحية. الله، هنعمل لك إيه؟ ما أكثرهم أستاذ محمد، يعني شرفتنا بهالاتصال وبهالمعلومات اللي أعطيتنا إياها. أخويا الكبير وأستاذي، الله يخليك يا محمد، كلك ذوق، أشكرك. كلنا خلود العظيم بجد، الله يخليك. ونجلاء عملت مجهود جبار، تسلم يا رب هناوي بجد، وأنت تعبت معانا قوي. وقعنا في محله طبعا، وعلى فكرة أنت تعبت معانا جدا، يعني إحنا كل شوية كنا عمالين نتصل بيه نسأل على تفاصيل وكلام معين. معلش لا حرام. أكبر نجاح لأي مسلسل وقت بيكون الكاتب فرحان إنه الممثلين وصلوا له الرسالة مثل ما هو كان حابب إنها توصلها. ونشوفك في الفطار بقى مع الشركه. انا جاهز يا بيه، طيب من دلوقتي لحد الفطار. الفطار بتاع يوم الاحتفال بالسعدين. انا بوجه تحيه خاصه للاستاذ ممدوح شاهين بجد طبعًا. على مجهوده طبعًا. ومثابرته وايمانه بالعمل يستحق مننا تحيه كبيره. ده صحيح. واحنا من اسره ريتن رمضان تحيه للمنتج والمخرج وصناع العمل على تقديمهم لعمل ثقيل جدا طرحا، قد يبدو للوهلة الأولى أن الحارة حارة الدرويش، لكنها أكبر من حارة الدرويش بكثير. خليكم معنا نكمل حوارنا مع نجومنا بعد الفاصل. قلت لجوزك؟ أقول له فين؟ هو انا بشوفه اصلا؟ وبعدين ده مسافر بقاله 4 ايام، لا رفع سماعه التليفون يعرف انا حيه ولا ميته اصلا. ما حدش في البيت ده كله يعرف هي عايزه ايه. طب حياه النبي ساعات احس ان هي نفسها ما تعرفش. المبادئ ما بتتكسرش، ما فيهاش تمييز. شابوه شابوه على شجاعتك، وتستحقي التقدير من اي حد. هو ايه اللي جاب ده هنا؟ ده مسؤول الكلاب الجديد اللي عيون الباشا بنفسه. انت عارفه ان دي احلى نكته سمعتها في الفتره اللي فاتت دي كلها. دي مش نكته يا فندم، دي حقيقه وحصلت عندنا في الحاره فعلا. ده مش وقت نكته خالص. انا كسكيا؟ لا مش كسكلكا خالص، دي مصيبه. لا ملهاش حق يا عم غزال، اما ابقى مضيعه عمري كله بسف في التراب عشان خاطرها هي واخوها يتعلموا ويرفعوا راسهم وسط الخلق، يبقى ملهاش حق. انت مين انت؟ انت رجل بتاع خناقه هرم بوليس. انا مش محرره فنيه، انا عايزه اتكلم معاه في فلسفته وفي نظرته للحياه، وعايزه اعرف ليه شاعر ورسام وفنان زيه معروف اعتزل الفن وقعد فوق سطوح عماره في مكان عشوائي. السلام عليكم. وعليكم السلام. النظام زفت هباب، ارحميني والنبي يا تيفا الحسن، انا دماغي لسواق. والنبي يا حبيبتي شبعنا، ما تغفليش عليا بقى يا حبيبتي. خلاص يا ماما مش هغصب عليكي، براحتك. سامحتك يا محروم، سامحتك.
يعني هالمشاهد اللي شفناها من الصعلوك اليوم، بدي فوت على موضوع شوي أنا وياكي. كم فريدة قادرة اليوم بمجتمع إنها تنغرم بمحروس؟ تنغرم بمحروس؟ فريدة؟ لا صعب. فريدة لا صعب. فريدة لا صعب. تحت ظروف خاصة على فكرة في المسلسل فريدة قربت لمحروس. بس احنا مش عارفين اللي جاي ايه. ما انا مش بتكلم انا بتكلم على هو اللي حصل، المشهد اللي حصل. احنا مش عارفين اللي جاي. بس هيدي الصوره دايما بنشوفها. يمكن يبقى ممكن بس على فكره برضو. ما انت ما تعرفش هي هتنغرم ولا مش هتنغرم. يعني المشهد اللي حصل في حلقه 18 ما كانش بس بالحياه الطبيعيه. لا صعب صعب. لا لا صعب. استاذ خالد، ذكر يعني العشوائيات او ذكرت العشوائيات في الزمن الدرامي الحالي في كثير، اعتقد انه صارت مخرج النجوم كثر أم كتاب كثر. طبعا احنا عارفين ليش، عشان استقطاب الشريحة الأكبر، وشريحة ما نقول أكبر بس كبيرة جدا. انت تصدقت، الناس صدقتك في دور العشوائيات، حسوا انك ما بتستغلش الدور قد ما انت بتديله. انت بتقول ايه؟ معلش، العشوائيات عشان بس نبقى واضحين، العشوائيات هي في فرق كبير بين العشوائية والحي الشعبي طبعاً. الفقير طبعاً. اللي احنا قدمناه هنا مش عشوائية، احنا قدمنا جزء من مصر القديمة، أو حين بتقال عليها مصر العتيقة كانوا بيتقال، وده حي شعبي أصيل جوه مصر، وجواره والمجاورات بتاعته هي اللي ممكن في امتداداتها توصل للعشوائيات. بس بالعموم هو العشوائيات أم أو حتى لو نتمدد نقول الشعبي، نفرق للي ما يعرفش مصر كويس الشعبي. خلينا نقول الشعبي مثلا. هنا فرق كبير. في ناس يعني خدوا تارجت هدف قصور في النص، قصور أدوات فنية معينة، إنتاجية، حاجات كتير. حضرتك تقول لي إيه على اللي تقال إنه خالد أول حد يتصدق في العشوائيات أو الشعبي؟ خلينا نقول أو واحد منهم يعني ما استغلش الموضوع. لأنه كان في أعمال كتير خلال هذا الشهر في الدراما الرمضانية دائما تكون حاضرة كتير. اللي بداتي بكلامك هو سليم قوي، إنه أغلب الناس بتتجه إلى الفئات الشعبية، وكلمة يعني أو خلينا نقول للغالبية، الغالبية الفقيرة الكادحة بتتوجه إليها بهدف إنها تستقطبها من أجل إنها تثري على حسابها الجماهير، يعني إن هي تثري الأعمال بتاعتها أو 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 هي اللي تثرى على حسابها. في فرق كبير قوي إن أنا أتوجه ليهم وأنا أريد أن أزيد حسابي في البنك، و فرق بين ان انا اريد ان اتجه اليوم كي ازيد حسابي ورصيدي المعنوي والفني. في فرق بين الاثنين، لكن لا يمنع، لا يمنع على الاطلاق انك انت تعمل ثراء بعد كده مادي، بس ايهما اسبق، تعمل الثراء الروحي ولا تعمل الثراء المادي؟ اللي طيب بيستعجل انه يعمل الثراء المادي، انا في رايي احيانا بينجح لكنه مش على المدى الطويل. بس كون هالقصة بتجسد شخصية الشعب المصري، شخصية المصري. لا مفهوم جدا. لا مفهوم. مفهوم. وصل. لا واصل واصل. بس بما أنه حكيت عن الحي الشعبي وحكيت عن هالشخصية اللي أنت بتجسدها بهالمسلسل، اللي بتشبه كثير من الناس على أرض الواقع إن كان بمصر ولا بالبلاد العربية، قديش هي دعوة لا بمطرح من المطارح هالإنسان اللي عم يرجع يشوف قصة، عم بيعيش حياتها، عم بيعيش ظروفها، ومرت معه، ويمكن مرت مع ناس حتى وصلوا لمراكز اليوم بس مروا بهذه الظروف بحياتهم. هي دعوة لانتفاض على الذات، انتفاض على الواقع، انتفاض على حياة فيها ممارسة طويلة. يجب أن يعرف هذا الإنسان اللي بيمثل عماد العالم العربي أن هو أصل الثروات، وأن هو أصل البهجة، وأن هو أصل الـ بس أنت شاركت بالنص، شاركت بالفكرة. وعشان هو يعرف ده يبقى عليه أن يكسر كل القيود. إذا كان حيصل إلى حقوقه بالذوق وبالأدب كان بها، ولكن إذا اضطر أنه هو يصل بالقوة فليكن. شو عم بتقول للناس من خلال محروس؟ أنت اليوم شاركت بهالصياغة هالنص يلي كتبه محمد، أنت فكرت بالفكرة، بس شو عم بتقول لها المواطن المصري العادي من وراء الصعلوك؟ بقول له أنت اللي معدنك ذهب حتى لو كان عليك التراب، أما هناك آخرون فيبدو أن قشرتهم ذهب ولكن معدنهم تراب.
حلو. في عنا اتصال نحن وياكم هلا مع المنتج ممدوح شاهين. مساء الخير استاذ ممدوح. اهلا وسهلا فيك. اهلا بك يا فندم. اهلا بك. شرفنا وكل سنه وانت طيب يا رب. وانتم طيبين. مبروك يا استاذ ممدوح. مبروك. مبروك عليا انت يا خالد والله. الله يخليك يا ريس. بجد والله. شكرا استاذ ممدوح. اتشرفت بالعمل معاك يا استاذ خالد بجد يعني. شكرا يا ريس. يعني عظيم هالبدايه انه منتج اليوم ومبروك عليا بالممثل. هو راجل ذوق ومحترم ودود وعشان كده بس وبين اصدقاء خلال العمل. واحنا معانا كمان نجلاء بدر وبت صحيح. نجلاء دي بنت الشركه. ازاي يعني بنت الشركه؟ ده بجد فعلا. يعني بدايه نجلاء كانت معانا احنا كانت في الشركه يعني كانت عملنا قصص سيميوليشن عام كان بدايه نجلاء يعني. بس البنت الشركه بتروح بالمونه بمطارح. قالوا معلش عشان خاطرنا الاجر الاجر على فكره عشان خاطرنا وانت منا وفينا وما فيش سنه ما اشتغلتش فيها مع استاذ ممدوح على مدار الخمس سنين اللي فاتت. بس شو استاذ ممدوح ممكن تروح انه معلش يا نجلاء انت منا وفينا ومعلش دلوقتي طبعا طبعا لا مش لا 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 اسمع السؤال ده بيعمل لك فخ بيقول لك يعني ممكن بدعوه انها بنت الشركه فهو تقوم تيجي على اجرها. لا 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 انا سعيد بنجلاء طبعا وسعيد بخطواتها السنين اللي فاتت ديت بس خلينا بقى نسيب نجلاء شويه وخليني في النجم اللي انا اول سنه اشتغل معاه يعني. اتفضل. انا فخور جدا ان انا بتعامل بالعمل مع خالد الصاوي. شكرا يا استاذ. خالد الصاوي ده فنان محترم. انا اشتغلت مع نجوم كتير لكن مع خالد الدنيا مختلفه. انت بتشتغل مع فنان بجد. من اي ناحيه؟ هقول لك اهو. بتشتغل مع فنان بجد. فنان بيعرف هو عايز يعمل ايه وبيعمله كويس قوي. موهوب بجد. احنا عصرنا الفنانين دول اسمين قسمين في موهوب وفي صنايعي. خالد ده موهوب بالفطره. صح. فانا سعيد ده على المستوى الفني. او على المستوى الانساني هو انسان محترم جدا. انسان كلمته واحده. انا عن نفسي هفضل هقول كلام كتير. انا سعيد بتجربتي ويا رب يرضى عننا ويرضى يكون معنا السنه الجايه ان شاء الله. ربنا يخليك. طب استاذ ممدوح ده بيمضي عقد على الهواء. استاذ ممدوح على الهواء. عايزين عقد على الهواء. اولا مساء النور كل سنه وانت طيب. بس تواصلوا بقى بينا بالفطار اللي جاي بقى. الف مبروك نجاح الصعلوك وانا بقول لك بجد طبعا اضيف صوتي لصوتك واقول الاستاذ خالد خيره الفنانين اللي يمثلون اجيالهم بارائهم بثقافتهم ودي حاجه مهمه جدا في الفنان عموما. الصنايعيه بتفتحوا على الهواء يعني ما تقلقش. عايز اسالك سؤال. عمل ثقيل من النوعيه هذه ثقيل طرحا وثقيل تمثيلا وانتاجا ايه المشاكل غير المشاكل الاخراجيه انا هسالك فيها بس ايه المشاكل اللي كانت عندك تحديات مع النص ومع الاطروحات كان في قلق في حتت معينه؟ انا هحكي لحضرتك. احنا بالنسبه لنا الحاله الاولى هي كانت الحاجه المشكله الكبرى ان احنا كنا بنعمل سنه 1860 ودي من ناحيه التكلفه الانتاجيه في لغه الدراما لما تيجي تعملي حلقه واحده لوحدها مستقله عن المسلسل كله هي حلقه مكلفه جدا طبعا ولكن انتاجيه. ساعه ما قعدنا على الترابيزه انا والاستاذ خالد والمخرج والمؤلف فكان رايي ان انا لازم اعمل الحلقه دي يعني كان وجهه نظري لازم اعمل هذه الحلقه. وتحيه كبيره لنجومها استاذ ممدوح اللي فعلا ابدعوا كلهم يعني جمله وتفصيلا. انا سعيد بيهم وهو حد جديد يعني في العدو اللي عامل مصطفى جعفر ومسرحيه يعني. ده على المستوى الفني مالناش دعوه بالمستوى الانساني برضه لكن بنتكلم على المستوى الفني كان مؤثر هايل. نرجع بقى لمشاكلنا. احنا ما كانش عندنا مشاكل لان كان هذا العمل بتراهن عليه وقلت لخالد سامازيد تعاقدت معاه ان هذا العمل هو العمل بتاعي في رمضان. حضرتك تعرفي ان انا بعمل عملين ثلاثه في السنه في رمضان يعني بالنسبه لرمضان. نعم. كان قرار السنه دي ان انا ركز في هذا العمل واعتقد احنا عملنا عمل كويس شويه مختلف عن الاعمال الموجوده في رمضان. احنا شكلنا مختلف شويه. يا رب يعني يكون العمل لقى قبول الناس والحمد لله. انا دايما بقول ان اهميه العمل بتبان من العرض التاني يعني في رمضان كلنا بنبيع المسلسلات بتاعتنا لكن انا شفت خبر الاستاذ خالد ان احنا ان شاء الله العرض التاني عندنا على ان بي سي مصر وعلى قناه ابو ظبي عندكم العرض التاني ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق استاذ ممدوح. شكرا.
ده خبر جميل جميل يعني. شكرا لكم والله بتشكر قوي بالتوفيق بتسندونا يعني. استاذ ممدوح، السؤال اللي بيطرح نفسه خلال هالشهر الفضيل اليوم، في كم هائل من الانتاجات ان كانت بمصر بسوريا بالعالم العربي كله بالخليج، وصلت الانتاجات لاكثر من 100 مسلسل، والناس دائما بتسالوا هذه الاحاديث اللي موجوده بالصالونات انه مين بيرد فلوسه ومين لا. هقول لحضرتك العمل الناجح بيفرض نفسه يعني بيرد فلوسه، بس ايام العمل الناجح حتى على حساب اللي الكثافه اللي موجوده ما بيقدر يرد فلوسه. والله بص، المنتجين كلهم بيقولوا لك احنا ما ردناش فلوسنا. لا، المنتجين بيكذبوا بيغزوا العين يعني. ما كناش انتجنا، لو ما كناش بنكسب ما كناش انتجنا. الله يزيد ويبارك. انا بالنسبه لي كمنتج انا الحمد لله رديت فلوسي وكسبت كمان، لكن امتى الحمد لله موضوع تاني بقى، يعني امتى اخد فلوسي من المحطات ده موضوع تاني، لكن بنتكلم ورقيا احنا بعنا بقدر من تكلفتنا الحمد لله يعني. يعني عم توصل يعني بمطرح على المحطات عم تقدر تسدد اللي عليها؟ محطات معينه مو كل المحطات. مش كل المحطات. ايوه كل المحطات تبقى زي ابو ظبي يعني. يعني في نوع من ابر المورفين. ها طبعا. انه ده مليون وماشي وده. ايوه ونحن مش بتعمل مورفين. ها ربنا يبعدنا عنه. استاذ ممدوح شكرا ليك، وان شاء الله يا رب تكون قادر. احنا عايزينك بقى كفنانه معانا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يشرفني لو عمل بهالقيمه، اكيد يشرفني، وان شاء الله يا رب الله يقدرك، ودائما تقدم اعمال ثقيله المضمون والطرح والشكل، وكل عام وانت بالف خير. ينعاد مبروك يا استاذ ممدوح. مبروك استاذ ممدوح. يعني استاذ خالد، عاده اذا بنروح على الشق الانتاجي، كثير مهم الممثل يكون مرتاح مع الشركه المنتجه، يكون مرتاح وحاسس حاله مش بس من مستوى المادي، من مستوى التعامل. ايام كثير في ناس بيعتبروا حالهم بيقدروا يشتروا الممثل بفلوس. بصحك على حسب، اصل العلاقه مع الانتاج دي علاقه بتتبني على مدار سنوات. يعني إذا كان الممثل بيسعى من الأول خالص، لازم برضو ترتيب الأولويات. إذا أنت راجل بتجري ورا الفلوس فبتمشي في مسارات، ده مش معناه إنك الفلوس مش تارجت، ما هياش هدف. لا طبعا، لا هي الفلوس طبعا أنت بتتعب وبتشتغل عشان أكيد مش عشان بقى، هي دي بقى النقطة. إن أنت ما بتشتغلش علشان الفلوس، أنت بتشتغل علشان تحقق نفسك وبالمرة تعمل طبعا. في فرق بين الاثنين كبير كبير جدا جدا. والتاني ممكن يعمل لك فلوس، بس الفلوس لا يمكن تحقق لك نفسك. بالظبط، مستحيل نكله. لو انت بس هني خلينا نتفق على صوره حلوه وواضحه، وهن اثنين هن الاساس اثنين، انك تكون عم تشتغل على صوره جميله. الاولويه الاولانيه طبعا، ترتيب الاولويات طبعا. زي ما هقول لك حاجه، زي مثلا ايه، بس زي ما قال ممدوح ما حدش بيخسر. لا 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 لا, لا في نقطه مهمه. لا خلي بالك انك انت دلوقتي لما بتيجي تختار زوجه بتختارها شكل فقط، لا طبعا. ولا بتختار روح وشكل؟ قول انت شكلك مسجنجي كده. لا طبعا فهمت قصدي. لا بس ممكن تختار اثنين. لا لازم يعني. انا ما بقولكش تختار واحده ليس مش ملوش علاقه يعني بحياتك، ممكن تختار تكون جميله في عينيك. لا 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 لا، تكون انت جميلة في عينيك. صح. لكن ده لا يعني على الإطلاق إنك جميلة. أنت بتختارها لهذا السبب فقط. صح. فاهم قصدي؟ ده أنا مش فاهم صراحة. يا سلام. الروح مهمة. مش عايز يفهم. لا مش عايز يفهم. هو عايز يفهم. بس هو فاهم قصدي، بس هو عايز ياخد إيه؟ عايز يجرب. رينج أوف مانوفر. هو عايز ياخد. هامش للمناورة. لا هناخد المناورة دي بعد الفاصل. بعد الفاصل خليكم معانا. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين، لازلنا مع نجوم الصالوك. نجله، قلتي جمله، قلتي ايه في التريلر؟ المبادئ ما بتتجزأش. ايه مبادئ نجله بدر اليوم الفنيه؟ انا بتكلم على المبادئ الفنيه. مبادئ لا يمكن تتنازلي عليها. انا بصي، اصل تركيبه الفنان تركيبه مختلفه خالص عن اي حد. ما فيش حاجه اسمها مبادئ فنيه، بس عنده قناعات فنيه. ممكن قناعات فنيه. انت بتتعاملي مع الفن ازاي؟ زي ما خالد كان بيقول، ممكن تختاري طريق انك تعملي فلوس بس ما تعمليش فن.
وممكن تعملي فن وما تعمليش فلوس على فكره عادي، وممكن تعملي الاثنين، الذكاء انك تعملي الاثنين فعلا. انت بتعملي ايه؟ طبيعي بعمل الاثنين، بقولها بصراحه. طب ما هو اصلك مش ممكن انا بحب الفن. وصلت لفكره، وصلت فكره، بعمل الاثنين. لا هو كمان لازم تعمل الاثنين، لازم تعمل الاثنين، يا اما انت هتحس ان انت ماشي في حاجه غلط. انت بتمشي في حاجه حاببها، عندك احساس بيها، عايز تجودها، عايز تكبرها، عايز تديها اقصى ما عندك، وفي نفس الوقت عايز تستفيد منها. ما انت مش ما هي دي علاقه، على فكره دي العلاقه البشريه وعلاقتك بربنا وعلاقتك صحيح بكل صحيح حاجه. صحيح صحيح، هذه هذه سمه التبادل. لا بس هي لو عايزه تعمل فلوس بس عشان ارجع لك للنقطه دي، لو كانت عايزه تعمل فلوس بس بالتمثيل كانت ممكن تعمل اكتر من كده بكتير، بس ما يبقاش ليها رصيد فني، وما كانش هيبقى ليها طبيعي درجه الاحترام الفني اللي بتحظى بيها بين زملائها ومع الناس. طب نجلة انت بتعملي عملين، تعملي اثنين، بتعملي عملين مهمين طرحا واخراجا ونجوما الحمد لله بين السرايات. محظوظه وسعلوك. محظوظه. قولي لي ايه اللي فارق في نجلة الممثله بين هنا وهنا؟ لا بصي، هي مش حكايه فرق بين نجلة الممثله، لان دي نجلة ودي نجلة. كلمينا الكاركتر. تمام، مختلفين، بس هي مش حكايه ايه الفرق في نجلة الممثله، هي حكايه ان انت هنا في عالم وانت هنا في عالم تاني. انا اول مره بصراحه اعمل عملين تقال في نفس الوقت، انا بقولها بصراحه يعني، والاثنين تقال بالنسبه لي، سواء بين السرايات لان هي شخصيه نايمه دي شخصيه شعبيه وتركيبه خاصه جدا، وبرده في مسلسل صعلوك شخصيه ليها مكنون وداخليات كتيره جدا ومركبه كمان وتركيبه ومركبه وتضارب. بس وين عم تستمتعي كمشاهد يعني؟ انا في الاثنين على فكره، بس انا عايز اقول لك حاجه، انا لا اقول لك حاجه. انت وين؟ اقول لك حاجه في الاثنين اكيد هتحب. لا لا طبعا، بس وين بتحسي انه نجلة هون ابدع؟ انا ما بحبش اتفرج على نفسي. ما بتحبش تتفرج خالص؟ ليه؟ حاجه كده غريبه، دايما بنتقد نفسي اول ما اشوفني واتنرفز، وصوتي ماله عامل كده؟ هي تقريبا بتحصل عند اغلب الفنانين. في حاجه وانت صغيره يمكن غيروا الضوء. صعب صعب نغير النور. اقول لك حاجه، صعب انك تشوف نفسك شخصيه ثانيه فعلا، مش سهل يا جماعه. انت بتشوف نفسك، انت مش نفسك، انت مش نفسك، عمرك ما هتفضى، انت شخصيه ثانيه، ويعني انت فعلا هي تروش. تروش فعلا. يعني انا بطلت بقالي دلوقتي قد ايه، مثلا 3 أو 4 سنين بطلت اتفرج على المونيتور اثناء العمل. ما انا نفس الحكايه على فكره. ما هو ده اثناء ليه العمل بس، ساعه التصوير بيشتت الشغل. يعني قبل ليها كنت اتفرج قبل كده، كنت اخلص المشهد تعال نشوف تعال نبص اتفرج وبتاع. بعد كده بدات افتكر حاجه مهمه قوي كانت بتقولها لي امي، بتقول لي كنا زمان، قالتها لي مره يعني وبدات انتبه اليها، انها بتقول لي ايه، قالت لي احنا كنا بنحب الف ليله وليله لما كانت في الراديو، كان حلو. قالت لي علشان الخيال بيشتغل اكتر، بيشتغل جامد قوي. فطبعا دلوقتي بقى في انتاجات للنوع ده من الاعمال الخياليه، بس يمكن يكون مناسب اكتر للاجيال الاصغر، انما الاجيال اللي خدت على مثلا النوع ده من الف ليله وليله وعاشت الخيال. فبدات افتكر انه الله، طب ما انا كمان ببقى عايش جوه الشخصيه. يعني نجله من شويه بتقول لك انك تعيش جوه عالم، ما تعيش جوه عالم ده، انت بتعيش بخيالك. خيالك طبعا، كل ما تصدق فيه فتبقى عايش جوه الخيال، فببقى مش عايز خالص اجي اتفرج على محروس بشكل خالد الصاوي. انا ببقى عايز محروس اللي في خيالي. صح. افضل عايش معاه، عايش معاه، ثم اجي اتفرج عليه. لما طيب تيجي تتفرج عليه بعد كده مع اهلك ومع اصحابك وبتاع، على فكره دي مهما كان في درجه برضه من الاستغراب شويه. تحبي تحضري حالك؟ انا لا، انا اكبر جلاده لنفسي يا جماعه. عمري ما انت عارف ان انت بتعمل مش للدرجه دي برضه. لا ببقى معلش، بس بعد شويه، بعد ما تشتغلي شويه هتبداي، لان انا حتى ده اللي كنت بقوله وكنا بندردش مع بعض، الزياده في التمثيل مش مطلوب يعني. طبعا يعني توصلي لمرحله بعد كده ان هو تعمل، اقول لك مثلا انت كويس قوي فتقول لي شكرا، اقول لك انت كنت وحش قوي فتقول لي شكرا. لو قدرنا توصلي للمنطقه دي، مش معناه انك انت بغض النظر عن ردودك مع الناس، قصدي نوع من الاستابيليتي. لا أو طبعا الحمد لله انا وصلت لها من 14 سنه من اول عمل لغايه دلوقتي. انا ما ردود لا افعالي مش يبقى ما وصلش للمغالاه، يعني ما وصلش ان انا اعشق راضي ذاتي عن نفسي طبعا بنفسي طبعا قوي، ولا اكره برضه. لا الاكتفاء عند الفنان ده مصيبه، ولا اكره ده زي بالظبط زي الفايتر. الفايتر مش حب ذات. استاذ خالد الفايتر المظبوط
الفايتر حلو ايه الفايتر خليك على الفايتر خليك على الفايتر انتوا كنتوا شاهدين على فايت اللي بيخش على القتال وهو مش متنرفز مش خايف مش واثق زياده عن اللازم او مغرور صح ويخش كانه بالدرجه دي هو دي الدرجه بالظبط اللي المفروض يخش بيها على العمل الفني. طيب خلينا ناخد على موضوع الفايترز. قلنا مونيتر. لا الفايترز حلوه ناخد منه من الفايترز. طب المونيتر ما هي عندناش فايترز على فكره ما عندناش. يعني ناخد اتصال مع المخرج. عايز ايه؟ قوم يلا. هناخد اتصال قول الو قول الو. الو. اهلا وسهلا يا فندم. مساء الخير يا فندم. مساء النور. كل سنه وانتم طيبين وانت طيب كلها بخير حضرتك طالب مين بالظبط عبد العزيز حشاد عبد العزيز حشاد الاستاذ عبد العزيز المخرج فينا نقول عنك وسهلا ازيك يا حشاد وحشتنا خالد الصاوي يحييك وبدر تحييك وانت طيب مع الاساتذه والناس الجميله اللي موجوده الله يخليك استاذ عبد العزيز اهلا وسهلا فيك وكل سنه وانت بالف خير يا رب ومبروك على العمل فينا نقول انت المخرج المنقذ بهالعمل والله بص انا مش بحب برضو المسميات دي انا مجرد ان انا صديق لكل اطراف العاملين في المسلسل فما قدرتش اشوفهم ان هم في موقف وانا اقدر اساعد وما ساعدش نعم لكن المنقذ والحاجات دي لا هي كبيره عليا قوي وما احبش انها تبقى كده بالعكس يعني انا خالد صديقي الصدوق وانا بعتبره اخويا الكبير من زمان ربنا يخليك والاستاذ ممدوح الاستاذ ممدوح المنتج المسلسل الاستاذ محمد الحناوي المؤلف وكل الناس الموجودين في المسلسل اصدقائي فانا كان شرف ليا ان انا اشارك معاهم واني اكمل معاهم المسلسل عشان يلحق بالعرض الرمضاني ان شاء الله طيب لو هالحاله اللي صارت اليوم بهالمسلسل صارت معك كان ممكن تقدم شكوى مثل ما تقدم شكوى عليك والله بص هي الشكوى لما اتقدمت كان الاول في ميس اندرستاند الناس يعني كان الطرف الاخر او الاستاذ المخرج الاخر ما كانش لسه فاهم الموضوع بالشكل ده بس احنا لما قعدنا مع بعض وتفاهمنا ان انا بالعكس انا استاذنته قبل ما انزل اصور وهو بس هو كان في ناس وصلوا له معلومات خاطئه لما قعدت انا وهو تفاهم الموضوع تماما وشكرني بعد كده. استاذ خالد انت قلت لك احنا مقفلينها تمام انا بشكر الاستاذ عبد العزيز حشاد وبشكر الاستاذ احمد صالح على العمل هو باقي معنا طب خليه معانا ما تفصلوش يا استاذ خالد انا عايز اساله سؤال بعيدا وسام عايز اقول ما تقفلش يا عبد العزيز استاذ ما تقفلش كل سنه وانت طيب ويعطيك الف عافيه على العمل الجميل انا عايز اسال ما تبصليش كده خليني انا محضر خير اليوم طبعا بعيد عن المشاكل وبعيد عن انقاذ المواقف انت اليوم كمخرج لما يوقف قدامك خالد بمحروس حسيت بايه لما شفت كاركتر محروس والله بصي خالد انا اتوقع منه اي حاجه ليه انا خالد انا عارف قدراته كممثل بس هو في محروس بالذات انا خضني لاني ده كاركتر انا اول مره اتخيل ان خالد ممكن يلعبه يعني انا دايما بتخيله في كاركترات كتيره بس في الكاركتر ده بالذات الكاركتر ده صعب قوي وخطر قوي طبعا يعني هو في شعرايه بسيطه بين انك تحب محروس وتتوحدي مع طريقته ومع مبدأه في الحياه وما بين انك تملي صح فخالد حافظ على الشعره دي لان خالد اساسا مخرج فعارف يعني ايه ايقاع شخصيه وايقاع مسلسل فده من الحاجات اللي انا بجد يعني لما كملت معاه كل المشاهد وكل الحلقات عرفت قد ايه هو واعي بمدى رتم وشخصيه محروس وازاي ان هو يوصل بيها انه يبعد بيها عن الملل مع الحفاظ على الشخصيه الثرثاره اللي بتتكلم بطريقه زمان شفتيها كده. طب وشخصيه فريده استاذ عبد العزيز؟ لا شخصيه فريده دي انا في رايي ان هي من الشخصيات المعقده جدا ومتهيألي نجلاء عملتها كويس او عملتها براعه كويس جدا لان هي شخصية يعني تخيلي شخصية عايشة في هيلمان ولكن هي 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 هي
يعني هي 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 تقريبا بلا بلا يعني يعني الشخصية وحيدة فيها جدا وحيدة يعني وحزينة جدا عايشة بطريقة غير طبيعية وشخصية جواها تبين التناقضات غير طبيعية وشخصية تبدو انها قوية لكن هي للأسف مش قوية خالص. شخصية محتاجة يعني محتاجة كتير قوي علشان يفهمها وعشان يعرفها. فهي برضو حفظت لنا على مدى عمق الشخصية. وهي طبعا يعني انا اكيد شاهدت فيها في المسلسل ده بالذات مجروحة لكن هي دائما بتفاجئني بأدوار كويسة. يا حشان ولا وقالك هي للأسف هي شخصية ده انت حبيتها بقى ده انت حبيت فريدة بقى فريدة شخصية خالد شخصية سرية أساسا من الشخصيات السرية صح. وشخصية ثابت عليا في الآخر يعني شخصية المفروض ما تصعبش عليا ثابت عليا جدا وأنا كمان ليه هتصعب عليك في الآخر ما تقولش بقى مش في الآخر لا مش هقول في الآخر أنا مقصودش في آخر المسلسل لا أنا في آخر توقعاتي أنا اللي هي ثابت عليا اللي هي قدرت تخليني غصب عني احبها. كلمة حق هو برنامجك. ايوه كلمة حق. بدي اياها منك هلا. عايز كلمة حق؟ ايه. اقولها دلوقتي؟ ايه. مين اللي يستاهل انه يحط اسمه كمخرج على هالعمل؟ لا الاثنين. الاثنين طبعا. الاثنين. كلمة حق. لا طبعا الاثنين، الاثنين فعلا يعني. على فكرة لو شفت كم الجهد اللي بذله كلا المخرجين ولو شفت كم الـ 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 يعني عشان برضو يعني كلمة إبداع ممكن الناس يقولك يعني بيجاملوا بعض وبتاع كم الابتكارات وكم المعالجات لبعض الأمور الصعبة وكم التعامل مع العناصر كلها بوعي وبحب وبحماس بحماس وانا كلمه حماس عندي كلمه اصلها شديده الاهميه اي حاجه بتتعمل بحماس اما بقى كل واحد له ممكن انا يبقى مدرسة مختلفة. يعني يبقى ليك طريقه حاجه ممكن حاجه انت تحبذها لكن في الحالتين اللي وصلوا اليه الشركه المنتجه مع كلا الاستاذين المخرجين مع الجهات اللي كان مطلوب وكان تدخلها محمود زي نقابه المهن السينمائيه والسيد النقيب انا اظن ان ما وصلوا اليه هو احسن الـ وانسب واكثر الاشكال عدلا اللي هو 15 15 حتى كلمة حق حتى لو كان في اوفرلاب بدليل ان هم خارجين متصالحين نعم بدليل ده اسم حق هيدي هذا احلى شيء استاذ عبد العزيز شكرا لمداخلتك شكرا لاتصالك بنتمنى لك ان شاء الله هالسنه بتعود عليك بكل النجاحات وكل الامنيات اللي بتتمنيها وشكرا لاتصالك اليوم النجلة بين المخرجين بين العينتين بين العينتين في اختلاف احنا بقى نحسها كمصريين ايه وين بس هي مش بتحس مش بتاثر على شخصيتك لان انت خلاص من اول ما دخلت انت في تراك واحد عارف انت رايح فين وبتقرا حاجات جديده كل مره المخرج كادرات تناول مشهد رؤيته هو هياخده من الناحيه دي ولا ايقاع ايقاع ممكن حتى الايقاع ممكن ما تحسوش عشان الايقاع ده في المونتاج بس انت بالنسبه لا ما اقدرش احس ما اقدرش اوزنه في التصوير ما اقدرش اوزنه لان في المونتاج بيختلف تماما بس انا عارفه ان طريقه احمد صالح غير مختلفه تماما عن حشاد وهو ده مدرسه وده مدرسه بس الاثنين حبيتهم من الاسباب من كتر حبهم للشخصيات والعمل والله بجد بقولها من كتر يعني اللي عمله بصراحه احمد زي اللي عمله بالظبط عبد العزيز حشاد الاثنين كانوا خايفين عملت الاثنين حابين الشخصيات الاثنين عالجوا مشاكل الاثنين مروا بمشاكل مش ما بينهم وبين بعض اي عمل في الدنيا بتبقى فيه اوقات صعبه وعصيبه علينا كلنا بس استمرارا بقى لكلمه الحق ده لانه عمل تلفزيوني فمن الممكن انك انت ما تحسش الفروق دي لو ده فيلم سينما صعب هيبقى عندك مشكله كبيره وانا بقوله علشان برضو ابقى صريح في العمل المسرحي عشان انا يعني كان ليا الشرف ان انا اشتغلت في الميدياز كلها الميديا بتتجمع ميدياز لا ما بتتجمعش كانت وسائط الميديا الثلاثه الوسائط الثلاثه انا اشتغلت في المسرح فتره طويله واشتغلت في السينما واشتغلت في الدراما التلفزيونيه وكان ليا بعض التجارب في الاخراج في الثلاثه على قد يعني لازم ناخد بالنا في الفيلم السينمائي المخرج هو الملك الملك بالفعل
في العمل التلفزيوني يشاركه آخرون، منهم البطل ومنهم الكتابة. في المسرح عندك الموضوع مختلف بقى خالص، صح؟ فعشان بس كل مخرج يبقى عارف كويس قوي امتى هو لما بيرمي الورق بتاعه وبيقول هذا العمل هو يحمل اسمي كامل ويحمل روحي كاملا وهذا او كذا دونه. رح نتابع احنا وياك بهالموضوع، ولكن ما بعد ما نتوقف مع فصل عليك. تابعين احنا وياكم وضيوفنا، خلونا نستقبل نحن وياكم زميلتنا مروه تنشوف شو راح تكون اجواء السوشيال ميديا لليوم. مساء الخير. اهلا اهلا. مع نور. مع نور الاصفر الحلو مروه. انت زوينه كل يوم. بارك الله فيك. مشاهدينا سهلا لوقت نشوف شو نتيجه تصويتكم للمسلسلات اللي اكيد انتم صوتتوا لها طول اليوم وحابين تشوفوها في المرتبه الاولى. هل كان تصويتكم كافي؟ خلونا نشوف سوا. في المرتبة الخامسة عندنا مسلسل الكبير قوي الجزء الخامس. في المرتبة الرابعة نازلين كبير قوي. في المرتبة الخامسة عندنا مسلسل في ظروف غامضة. أما المرتبة الثالثة فهي من نصيب مسلسل 24 قراط. وفي المرتبة الثانية عندنا مسلسل غدا نلتقي. أما المرتبة الأولى فهي من نصيب مسلسل العراب نادي الشرق. مبروك للمسلسلات الرابحة معنا لليوم مشاهدينا. مشاهدينا كتبوا تصويت لمسلسلكم المفضل عشان تشوفوه في اعلى المراتب، وما تنسوا كمان تنزلوا ابلكيشن ريتنج على اب ستور وجوجل بلاي. وشكرا كثير لتفاعلكم وتواصلكم معنا. بشوفكم انا بكره وصوتوا لمسلسل الصعلوك عشان ما يزعل خالد. يس. شكرا. باي. شكرا مروه. استاذ خالد اللي شفناه هو في اي ثانيه ممكن يتغير، ده بيزد اون يعني هو على تصويت الجمهور. طبعا ده بس مهم جدا. البوتنج ده بيفضل لغايه امتى؟ لغايه اخر رمضان. لغايه اخر رمضان. حتى لو هو في لحظه معينه حصل يعني دي حاجه مهمه ان احنا نقراها كويس. لان كثير كان متصدر معانا يعني حلقات كثيره ما كنت موجوده. أيوة بس برضه احنا وصلين كل الزملاء على فكره لان كلهم تعبوا برضه. الصديق المنافس الله يرحمه خالد صالح. الله يرحمه. يعني اخوك وصديق وحبيب وبنعرف قديش كنتوا قراب من بعض. لو اليوم كان بده يقول لك شيء شو كان رح يقول عن الصعلوك؟ اتصور كان الله يرحمه احسن كان حيعجبه الشغل وكان هيقول انه كان يعني حاجه زي هايل يعني حاجه. الله يرحمه. الله يرحمه احسن. نقله النهارده نقله بيتقال عنها هند رستم 2015. يا ريت والله يا ريت حد يطول. حد يطول. ما جالكيش الفيدباك ده؟ لا جالي طبعا من اول ما اشتغلت، من ساعه ما اشتغلت، من اول ما اشتغلت. طيب في ممثلات بيقول لك لا احنا ما بنعملش اغراء. ما فيش حاجه اسمها اغراء اساسا، مش فاهمه يعني ايه اغراء، يعني ايه ما بنمثلش اغراء؟ في ممثلات هي شخصيه ليها متطلبات. أيوة. ليها مشاهد، ليها مواقف لازم تمثلها، اللي يعمل دور يعمله صح، يا ما يعملوش. انا باعتقادي الخاص الشخصيه تحمل كل انا بجسد شخصيه. يعني في ممثله قلت لها هند رستم فقالت لا انا مش كذا، يعني هم يطولوا فعلا زي ما قالت. ما حدش يطول. في ممثله قالت كده يبقى عندها، بس مش هنقول الجمال ومش هنقول الدلال ومش هنقول اللي هي قدرتها على الاغراء، خفه الدم وقدرتها على التنوع في الشخصيات. احنا بنتكلم على ممثلين زي هند رستم، فيعني يعني خلي الممثله دي او غيرها. طيب استاذ خالد القدره هتحمي بس للابيض والاسود والكل ده كلنا بنتحمل اللي احنا اتعلمنا عليهم منهم. السيده الاستاذه العظيمه ونمسي عليها بالخير كل الجيل العظيم. طيب انت بتتحمق من السوشيال ميديا؟ بتتحمق من السوشيال ميديا؟ بتحمق من السوشيال ميديا؟ اه في حاجات. بتحمق من اي حاجه؟ في مين تويت كده بتحمق من اي حاجه؟ تعالى نشوف مع بعض. اتفضل. من اي حاجه؟ اتفضل معايا نشوف هتتحمق ولا لا. انا اتفضل معاك في اي حته. على الزول. ما تاخروش بقى. لا احيانا السوشيال ميديا بتكون قاسيه استاذ خالد يعني، ولا تعكس الواقع.
وفي ناس طبعا في السوشيال ميديا بيتكلموا لمجرد انهم يتكلموا. اتفضل اتفضل هنا، هم موجودين، ممكن تقراهم كمان على السكرين، ممكن نشوفهم على السكرين بليز. ايوه التغريده الاولى استاذ خالد صارت على السكرين. ده فيلم عن فيلم الفرح، المطلوب اعمل ايه؟ ترد حضرتك على التغريده. اردك اكتب يعني؟ لا 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 تقول. بيأس اكتر من خالد صاوي لما كل ما يجيب رقاصه تقوله مش راس، يعني انا مش عارف ايه بيأس ليه يعني، لكن انا احمد فرحات انا حاسس انك انت بتهزر، وبنتذكر مع بعض الجزء ده من فيلم الفرح. فيلم الفرح من اعز الاعمال ليا، وبشكر الثلاثي القوي جدا، احمد عبد الله المؤلف، سامح عبد العزيز المخرج، واحمد السبكي المنتج، واتمنى ان انا اقدم معاهم عمل رابع وخامس بعد ما قدمنا كباريه والفرح وغيره. ان شاء الله نشوف التغريده الثانيه، ممكن نشوفها على السكرين استاذ خالد. هنا؟ لا قدامك على الشاشة. خالد الصاوي انت ازاي كده؟ الفيل الازرق. نور الاسلام، نور الاسلام. انا ازاي كده؟ انا الحمد لله عندي ده اللي بقوله طول الوقت، انا عندي شوية موهبة صغارين، لكن عندي جهد وسعي وشغل على نفسي كتير قوي. دي نظرتي لنفسي، وده ما فيهوش لا مبالغة ولا نوع من التواضع المصطنع، لا انا بعتبر ان انا افضل ان انا اكون بمليم ذهب، ولكن مصنعية وشغل سنوات وسنوات. ان شاء الله يا رب. التغريدة الثالثة والأخيرة. هو انا بس مش بفهم اغلب تويتات خالد الصاوي. نقول ايه استاذ؟ موها موها، انا مش عارف هل هو محمد اكيد بتهيالي، محمد يعني اختصار ليه محمد. مؤخرا ابتديت اكتشف انه في ناس كتير مش انت بس اللي بتشتكي، مش ما اظنش اغلب التويتات، بس في جزء من التويتات فعلا بيبقى شبه الكلام المقفول غالبا في 10% من الموضوع يرجع ليا، وال نقول ايه، ساعات تخانه مخ تخانه مخ يعني، كل من له علاقه بالثقافه او فاكر ان له علاقه بالثقافه احيانا، وفي جزء من الموضوع برضو خلي بالك انه احيانا بكتب تويتات متلاحقه فمترابطه، واحيانا بيبقى فيها فزلكه زي اللي انا قلته دلوقتي. اوكي شكرا استاذ خالد، شكرا. صراحة حلو انه دائما لا بعض الاحيان نكتب تويتات مغلقة او جمل مغلقة. تفضل. انا حخليك تقفل بس حاخد الاستاذ خالد على السيناريو عشان نكتب يعني السيناريو. يعني صراحة نحن اللي سمعناه هنيك باخر تويت يعني زي الشاهد ما شافش حاجة. صح؟ انا تشرفت فيك اليوم واتمنى لك كل التوفيق يا رب. استاذ خالد تيجي معايا؟ تفضلي. فيها الصورة بدي منك رياكشن وكلمة. حبيبة قلبي علا، علا غانم حبيبة قلبي طبعا. حبيبة قلبي؟ طبعا. في بعض الناس والصحافة، لا لا لا، في بعض الناس والصحافة اتكلموا عن بعض التصريحات ما بيني وما بين علا، بس على فكرة مش حقيقة. مش حقيقة ابدا. وفاكرة التصريح اللي هي قالته ان نجلة بدر اكثر اغراء مني، وانتم بتنتقدوني وما بتنتقدوش نجلة بدري ليه؟ انا فاكرة كويس قوي، وكتب على كان مسلسل زوجة تانية برضو كان مع استاذ ممدوح شاهين، بس اطلاقا مش دي علا خالص اللي ممكن تقولي الكلام دوت، لان انا عارفه علا كويس قوي يا جماعه. علا اهي. خالد الصاوي ونجلاء بدر شرفتونا بهالحلقه نحن وياكم الليله. مشاهدينا نحن بنشكركم على حسن المتابعه، ملتقانا نحن وياكم بكره بحلقه جديده مع ولي العهد. تصبحوا على الف خير.